سابقة في التاريخ المغربي أن الدفاع تتم يعني التماهي ما بينه وما بين القضية ديال الأشخاص اللي كتكون معروضة على أنظار القضاء، وهاد المسألة هادي مديورة بواحد الخلفية، بخلفية واللي تقوم بها بعض الناس اللي هم محسوبين على رؤوس الأصابع، قلال ماشي زعما كتارين كتر في المجتمع وماشي مؤثرين، بدليل بالرغم من ادعائهم من مواقفهم الجدرية في النضال وفي مواجهتهم للمؤسسات ديال الدولة وداك الشيء، يشكلون قلة قليلة، ورا الوقفات ديالهم وداك الشيء تتعكس الامتداد الجماهيري عند هاد الناس. المشكل ما كيتطرحش عند اللي هما يعني كيقوموا بهاد الأساليب من موقف عقائدي أو سياسي أو موقف عشائري. الموقف كيتطرح عند بعض الزملاء ديالكم مع كامل الأسف، واللي كانوا إلى وقت قريب يحظوا بتقدير واحترام ديال البعض من الزميلات والزملاء اللي هما كينوبوا اليوم في القضايا اللي كيكونوا متابعين فيها بعض الأشخاص كينتميوا للجسم الصحفي في قضايا الاعتداءات الجنسية، وكيتم الهجوم عليهم بواحد الشكل ممنهج، وتبخيص الأدوار ديالهم والتشكيك في الدمة ديالهم، وكذلك الإساءة إليهم وتسييد خطاب ديال التحريض والكراهية. وفي هذا الإطار غادي تسمح لي غادي نذكر لك واحد الشخص بالاسم اللي خرج في الآونة الأخيرة، ولما أكنول هذا الشخص بالرغم من الاختلاف ديالي معاه وبالرغم من التهجم ديالو عليا ولا على الزميلات، تيحظى باحترام بكل صدق. بيان سير واش الجمعية اللي منزهة الانتقاد؟ لا 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 لا، احنا ماشي مقدسين، ماشي منزهين على الانتقاد، ولكن يكون انتقاد موضوعي، ماشي انتقاد اللي هو ما معروفاش حتى الخلفية ديالو. انا اعطيك مثال وهو اللي بغيت نتكلم عليه واللي غادي ناخذو كنموذج حي ونذكرو بالاسم، وهو الصحفي حميد المداوي. الصحفي حميد المداوي انا بالنسبه لي تيحظى بتقدير واحترام، لانه هو الصحفي الوحيد اللي تعتقل على واحد الحاجه بمناسبه مزاولته لمهامه في تغطيته لاحتجاجات ديال الحراك ديال الريف، وهذا عمل ديال الصحفي، فاذا به تزج به في الاعتقال، ودرت له ديك المتابعه الغريبه اللي مازال كنستغرب لهذيك المتابعه، ماشي غير هو اللي كيستغرب ليها، حتى حنا كدفاع كحقوقيين كنستغربوا لذلك. يعني كان عندنا واحد الموقف ولا زال ديال التضامن معاه، وديال انه هذاك الانسان تظلم. حميد المهداوي ما تعتقلش على شيء اخرى، تعتقل كصحفي وفي اطار المهام ديالو، ولكن الزملاء ديالو اللي كيتكلم عليهم كيقول انه كان كيتالم في السجن. علاش احنا كنوبوا على الضحايا ضد الزميل ديالو؟ واش الزميل ديالو تعتقل بمناسبه مزاولته لمهامه؟ النقاش حول المبادئ القانونيه ما كاينش خلاف، يقول لي لا واش كانت حاله التلبس ما كاين شيء، هذا نقاش قانوني الحسم فيه يرجعوا للقضاء، يقدر يكون عنده هو راي نحترمه، يكون عندي انا راي نحترمه، ولكن الشكل باش تهجم به على الأستاذة مريم الإدريسي، والشكل اللي يتكلم به على الأستاذة عائشة القلاع يعني غير مقبول على الإطلاق. ماشي غير مقبول ما عندوش الحق يدير النقد، بالعكس ينتقد يسجل ملاحظات، ولكن سقط في الأشياء اللي كان كينهى عليها هو، لأنه لا يمكن أن ينهى عن منكر ويأتي مثله. هو الخطاب اللي دار في العمق دياله، هو صحفي، بس كنت نجول هذا السؤال، دار خطاب يرمي إلى
التحريض على الكراهية إلى تبخيص الأدوار إلى التشكيك في النزاهة والدمة المهنية هي أنا شفت الشريط الأستاذة ما ذكرتش حميد البيداوي بالاسم، أنا أذكره بالاسم وهو يتهجم على الزميلتين، ماشي ينتقدهما يتهجم، واخ إيوا الانتقاد احنا جمعية جمعية تنقولوا احنا من حقه ينتقدنا ما عندناش إشكال، ولكن في إطار المعقول في إطار الاحترام. إيوا علاش ما تنتقدش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي خرجت الشكاية ديال حفصة بوطهر؟ هل هذه أخلاق السي حميد البيداوي؟ هذه أخلاق الحقوقيين؟ وبالمناسبة أقول لهم من خلال المنبر ديالكم، ماشي الاعتقال هو شهادة المناضل، مع احترامي ليك، ماشي حيت هادوك دوزوا الحباسات ودوزوا، كاين اللي ما دوزوش الحباسات هم مناضلين. إيه الاعتقال ضريبة من الضرائب. وثانيا تقول لي الصحفيين مستهدفين في ظل النظام الحالي، هذا كلام مغلوط. الصحافة كانت مستهدفة في سنوات الرصاص، لما تيتم توقيف جريدة المحرر، لما تيتم توقيف جريدة البيان، لما تيديو الشهيد عمر بن جلون باش يتحكم، لما داو الشهيد هذا عمر بن جلون باش يتحكم، لما داو علي عتا باش يتحكم، لما داو القيطوني باش يتحكم، لما داو خالد الجامعي الله يرحمه باش يتحكم، لما داو احمد بن جلون الله يرحمه باش يتحكم لما كان مدير جريدة المسار والطريق. هذه الصحافة مستهدفة، هذه الصحافة مستهدفة، وكان ديك الساعة هذه مسألة مرتبطة بالنظام وبمنهجيته. اليوم النظام أعلن تصالح، اليوم ملف قضائي معروض على أنظار المحكمة، ملف قضائي معروض على أنظار المحكمة فيه أفعال إجرامية تتعلق بالاغتصاب الجنسي. لما أنت كنت في السجن تحاكم مع نشطاء الريف، توفيق بوعشين كان يحاكم من أجل 37 شريط استغلال جنسي. سليمان الريسوني حكم من أجل محاولة تسكر عرض لأدم، أدم حي كانوا كيقولوا ما كاينش. الشريط الذي تم التشكيك فيه تم إدلاء به عند قاضي التحقيق. ما تكلمتيش على سليمان علاش ما حضرش، تكلمتي غير على الأستاذة شنو كتقول في المحكمة، وعلاش انت كنتي كتجي كتواجه وكتحضر وكان عندك ايمان بان داك القاضي عنده عقليه ديال الادانه، كنتي كتدافع على نفسك وكتسجل المواقف. فاسمح لي هذا الاسلوب اللي دار، ونتمنى زعما كان عارف انا على حسب ما تيحكيوا لي زملاء اللي عاشوا معاه وتيعرفوه واللي وصل معاهم هو حتى هو القاطعه وكيقدروه، و يعني كما كيقول هو شاركوا الملح والطعام. علاش هذا الهجوم بالضبط ويوظف فيه حميد المهداوي من حيث لا يدري؟ الاخرين كنعرفوا الخلفيات ديالهم، وما عمر لا الاستاذه مريم ولا الاستاذه عائشه ولا اعضاء الجمعيه ولا هيئه الدفاع ديال توفيق بو 20 وصفوا المساندين لتوفيق بو 20 او المساندين لعمر الرضي او المساندين لسليمان الريسوني بانهم خوانه وكيشتغلوا على 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 اجندات. كنقولوا كيقدموا خدمه لاعداء الوطن من حيث لا يدرون. على مني كتجيب لي السي المهداوي من يجي محامي بلجيكي معروف بالمواقف العدائيه ديالو البلاد، والأستاذ والمتهم عمر رضي عنده خيرة المحامين، عنده الأستاذ نقيب بن عمر، وما أدرك ما الأستاذ نقيب بن عمر، يقام له ويقعد على الصعيد الوطني والحقوقي، نقيبنا وأستاذنا جميعا ومرجع في النضال الحقوقي، عنده الأستاذ نقيب الجمعي، عنده كل المحامين اللي كانوا كينوبوا عليه، كينتمي والخط مهني يساري تقدمي باستثناء واحد اللي كينتمي لواحد التوجه محافظ، ولكن زملاء اكفاء هادو ما هضرتيش عليه، ما هضرتيش على المحامي البلجيكي. وثانيا اين العيب والعار باش انه
الأستاذة مريم ولا الأساتذة الأخرين من بعد توفيق أبو عشرين، يعني المكاتب ومنجحات، مكاتب ومنجحات بالوفاء والصدق المهني. وهذاك الكلام بديك الطريقة فيه واحد النوع من التشهير، فيه واحد النوع من التبخيس والتشكيك في الدمة ديال الزميلات، وهو مجرم قانونا. انت كتذكرها بالقسم المهني، وكتذكرنا حنا بقيم المحاماة، وما كتذكرش نفسك بقيم الصحافة اللي هي الحياد، حيث ما يقوم به هو هذا عمل ديال المعارضة. بحداوي ماشي معارض، منجيب معمرو كان معارض، منجيب متابع في غسل الأموال، منجيب لما كانت الناس كتعارض. أنا ابنه اليسار وأنا ابنه الجمعية المغربية حق إنسان، ما عمرك كنعرف منجيب لما كانوا الناس كيناضلوا وكيعانيوا في غياهب السجون، كانوا على برا. من هذه اللحظة هذه اللي الأخ المهداوي كيتكلم فيها اللي واحد مجموعة الناس. فلذلك ما يمكن لناش نخلطوا الأمور، وما يمكن لناش نضرقوا الشمش بالغربال. وثانيا هذا ملف معروض على أنظار القضاء، نخليه القضاء يكمل الأشغال دياله، وأنا ذاك نقوله شنو كيمكن يتقال. الآن إذا كان شي حاجة اللي خصها الدار عوض ما يتلام الدفاع ديال الضحية، يتلاموا الناس اللي غادين بسليمان الريسوني اللي الهوية. وأنا بالمناسبة بغض النظر عن المواقف المعبر عنها من طرف أسرة عمر الرضي ومن طرف دفاعه، بغيت نحييهم لأنهم مشاو لواحد النقطة أساسية نشترك فيها جميعا، ولا ألا وهي الحق في الحياة. لما دخل عمر الرضي في الإضراب عن الطعام، أسرته قنعته هي والدفاع دياله، وهذا شيء يحسب لهم، لأن الحق في الحياة شيء مقدس. ولكن أقول لحميد المهداوي، كرامة الضحايا كذلك مرتبطة بالحق في الحياة، إن هذه الضحية إلا ما تخدش لها حقق، أو هذه الضحية ما تخدش له حقوق، يقدر يفكر في الانتحار أو شيء من هذا القبيل. فلذلك ليطمئن وليطمئنوا، يقولوا خدام ديال المخزن، يقولوا خدامين ديال كذا، هذا الكلام كله لن ينال من عزيمتنا وعملنا اللي كيأطروه جوج الأشياء وكنقولوها على الملأ. تؤطره إيماننا بالمرجعية الحقوقية وفق ما هو متعارف عليها عالميا. إذا كان كلامنا غير حقوقي أو كنا غير حقوقيين في تصريف مواقفنا، الزمان كشف. الممارسة الثانية اللي كتأطرنا هي القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي، وأهم شيء فيها وهو الاستقلالية. إذا تأكد لأي كان منك أو منهم على أن هذه الجمعية تمول أو تدعم من طرف أي جهة، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن لسنا مثل من توصلوا بالأموال وحولوها إلى جيوبهم. هذه الجمعية المخير في المحامين والمحاميات بما فيهم القاضي الفاضل سابقا والمحامي الملتزم حاليا اللي هو الأستاذ الهيني، والذي يعرفه المهداوي معرفة جيدة لأنهم كانوا أكثر من الأخوت، ويعني الله ينعلوا أولاد الحرام اللي فرقوا بيناتهم. هو المهداوي كل مرة كيقول شوية بأنه كان كيتعرض لضغوطات باش ما تكونش هاد هيئة الدفاع عليه، وكأن هيئة الدفاع هي اللي كانت كتلعب دور النيابة العامة. مع العلم لا الأستاذ حجي ولا الأستاذ الهيني ولا هاد العبد الضعيف ولا الأستاذ مريم، كل شيء لما كان كينوب على ذاك السيد قام بالواجب دياله وفق ما يمليه الضمير والقسم المهني. فلذلك أنا كنقول يعني هاد الكلام يجي من حد آخر، يمكن تكون فيه واحد المواجهة وتعليق آخر كيجي من المهداوي. المهداوي كيف ما كان لحل كيختم وكيبدأ إنه واحد الإنسان وطني، وأنا ما كنشكش في الوطنية دياله، ما كنشكش في الصدق دياله، ما كنشكش في الإخلاص دياله، ولكن ما نتمناش يبقى مستمر يكون بوق الجهات تريد تغليب كفة طرف على طرف آخر. وهذا
مخل بشروط المحاكمة العادلة، ومخل بحقوق الإنسان، ومخل بكرامة الإنسان. والصحفي كيلعب دور الحياد، والصحافة المستهدفة كانت في ظل النظام السابق ملي كانت تحاصر المحرر ومحاكمة البيان والمسار والطريق وأنوال وغيرها والأوبينيون، ومي كانوا كيمشيو الصحفيين للسجن بسبب مواقفهم وآرائهم، ماشي بسبب ممارساتهم الجنسية الغير الرضائية والغير الأخلاقية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.